الإخباري. المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باطل ولا أثر له في الواقع، وحراك مواطنون ضد الانقلاب سيواصل دعم القضاة في التمسك باستقلالية السلطة القضائية، وفق ما أفاد به جوهر بن مبارك المنسق العام لحراك مواطنون ضد الانقلاب لمبعوثتنا ريم الحسنوي على هامش التحرك الاحتجاجي الذي ينظمونه اليوم. مرسوم لا أثر له في الواقع، وهذا قالوه القضاة وهياكلهم المنتخبة بأنهم اعتبروا أن هذا المرسوم باطل، وأن المجلس الأعلى للقضاء باقي. المجلس الأعلى للقضاء ليس بناية يهزهم فتحها ويخليهم تحت المخدم تاعه. المجلس الأعلى للقضاء هو فكرة، هو القضاة، والقضاة متمسكين بضمانات استقلاليتهم، بضمانات الدستورية، بهياكلهم المنتخبة، بهياكلهم الديمقراطية اللي هي صمام الأمان أمام المحرقة، محرقة الحقوق والحريات اللي حب يعملها قيس سعيد بعد أن يضع يده على القضاء. هذا الإجراء أعتبر أنه جزء من فشل الانقلاب، بعد أن فشل في حل مجلس النواب الشعب، والمجلس ما زال قائم ويعقد في جلساته، وقريبا سيعقد جلسته جلسة عامة، فشل في أنه يضع يده على السلطة التنفيذية واكتفى بحكومة صماء بكماء لا تتكلم ولا تتحرك، وفشل الآن في حل المجلس الأعلى للقضاء أمام وقفة وصمود القضاء وصمودنا إحنا معه. من جانبه، اعتبر الناشط السياسي وزير حقوق الإنسان الأسبق سمير ديلو أن المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ألغى دور السلطة القضائية وجعل من القضاء مرفقا تابعا للسلطة التنفيذية. أنا قريت بتمعن المرسوم الجديد، معاش نجم نحكيه مش فقط على قضاء مستقل، معاش نجم نحكيه على قضاء أصلا. المرسوم هذا جعل من القضاء التونسي قضاء تابع للرئاسة والرئاسة الحكومة ولوزيرة العدل، أعطاهم صلاحيات حتى قبل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية وبقانونه الحالي ما كانتش موجودة. الرئيس عنده سلطة التعيين سواء بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، بالصفة وإلا بالترشيح، عنده سلطة العزل بعد إجراءات يعني صورية. إذن هو مسيطر على القضاء كليا، منع على القضاة حق الإضراب وحق التنظم، علما بأنه حق الإضراب موجود في الدستور، ممنوع على العسكريين فقط. إذن حاليا تونس هي في يد شخص وحيد، ما بقى كان باش السيد رئيس الجمهورية يسجل الجمهورية التونسية باسمه في دفتر خانة. هذا وينص المرسوم المتعلق بأحداث المجلس يتمتع باستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء ويسمى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يتكون من مجلس الأعلى للقضاء، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، ويضم 21 عضوا منهم 12 معينين بصفاتهم وتسعة يتم تعيينهم بأمر رئاسي، ويترأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان، وهما كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات. وزارة الصحة تعلن عن تلقيح 5832 شخصا ضد فيروس كورونا بتاريخ يوم أمس السبت 12 من فبراير الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الملقحين منذ انطلاق الحملة خلال شهر مارس الماضي إلى 6,287,835 شخصا. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 3,080 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 11,908 عين التحليل تم رفعها بنسبة تحليل إيجابية تقدر ب 25.86%. كما سجلت الوزارة 21 حالة وفاة مقابل 6,071 حالة شفاء وفق البلاغ اليومي حول تطور الوضع الوبائي. في أخبار العالم، تواصل دخول تشكيلات المسلحة من مدينة مصراتة وغيرها من المدن الليبية إلى العاصمة طرابلس دعما لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة. من جانبه، دعا دبيبة جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد للخروج في 17 من فبراير إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، مؤكدا أن الشعب سيقول كلمته. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم أسامة.